دلوقتي العروسة اوقات بتبقى عايزه تصبغ، اوقات بتبقى عايزه تعمل تريت وات ايفر بقى، بروتين كيراتين بتاع الحاجات دي، بتبقى امتى يعني؟ قبل الودينج، بس مش قبل الودينج بكام يوم، لازم يبقى في سبيس ما بين هي لو حابه تعمل بروتين، عشان اول ما يتعمل بروتين فطبعا اول اسبوع بيبقى شعر كتير يعني بلزق وشكله مش حلو. وفي عرايس كتير بيحبوا يعملوا الحاجات دي عشان يبقوا مرتاحين بالهانيمون، مش كل شويه تروح تعمل شعرها، كل ما يعني تغسل شعرها يبقى شكله ناتورال. فطبعا المفروض يتعمل قبلها بقد ايه لو بروتين؟ مينيموم شهر. مينيموم شهر. والصبغه بتفضل امتى؟ امتى تصبغ؟ يعني لا، الصبغه تتعمل على طول قبل بثلاث اربع ايام عشان اللون ما يتغيرش، لكن مش في يوم الفرح بالدوشه. لا اكيد لا، مش ما ينفعش. ما ينفعش. انا على طول بنصح العرايس انه قبل بيومين ما تعملش اي حاجه، ترتاح. عشان انا في كتير اوقات راحت العرايس يوم الودنج مرهقين صح. فانا صح. لما تيجي بقول لها قبل اليومين دول قبل الفرح نامي، ارتاحي مساج، اي حاجه، دلعي نفسك بالظبط. طيب نشوف العروسه الثانيه. يلا لمنا بقى هنا، اخترت نلم وباكسسوارز برضه او هات بيسز تجنن، والشينيوي يجنن، بس شينيوي احلى. شينيوي احلى. هلا اشمعنى بقى؟ اول شيء عشان يبان شكل، يعني بص الدرس اللي هي لابساه ينفع على فكره، يعني الستايل الشعر ده ينفع مش بس كودينج، ينفع كاتب كتاب، ينفع خطوبه، حتى الهيربيس اللي حاطينه من ورا يعني الستايل ده اكتر هو خطوبه او كاتب كتاب. علشان لو في طرحه ما بحط انا هيربيس، عشان طرحه هتغطي شكل الهيربيسات. أكيد. طبعا فهي البنوته وجهها بليق عليها هيدا الستايل.